بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بحب أعرفكم بنفسي. أنا دكتور محمد العلاونه، دكتور في كلية التربية قسم المناهج. أنا متخصص في إدارة وتطوير المصادر البشرية. أنا مدرس الآن لثلاث شعب في مسار مهارات حياتية. لدي في كل شعبة مجموعة من الطلبة تعدادهم يصل إلى 80 طالب تقريبا، ولدي في كل شعبة أيضا حوالي 10 إلى 20 طالبا وطالبة من ماليزيا. نعم، هذا المساق هو مساء مهارات حياتية، ولدينا الكثير من المهارات، أهمها مهارات العمل الجماعي، مهارات الاتصال، مهارات بناء الفريق، مهارات المبادرة، مهارات المبادرة. هذا المشروع أو هذا وهذا الكورس يركز على تطبيق هذه المهارات أكثر من قراءتها والتقدم فيها للامتحان. لقد تم الطلب من كل الطلبة بتشكيل فرق لقيام ببعض الأعمال الجماعية. كانت هذه الفرق تبدأ بثلاث أفراد، ثلاث طلاب يقدمون عمل جماعي كبرزنتيشن أو تقديم أو عرض تقديمي للصف. ثم بعد ذلك توسعت المجموعات إلى مجموعات أكبر، بحيث أصبحت تعدادها يتراوح بين 10 إلى 15 إلى 20، وبعض المجموعات وصلت إلى 35 طالب وطالبة. هؤلاء الطلبة قاموا بعدة مشروعات أستطيع أن أسمي بعضها. بعض الطلبة زاروا مستشفى الملك عبدالله، زاروا قسم الأطفال في مستشفى الملك عبدالله، وكانت زيارة رائعة جدا، يعني وسنرى الصور إن شاء الله بعد قليل. طلبة آخرين زاروا دار البر لرعاية كبار السن، وكانت زيارة موفقة ورائعة، واستطعنا أن ندخل البسمة والفرحة إلى قلوب هؤلاء الكبار. مجموعة أخرى من الطلبة ذهبت وزارت إحدى مدارس المعاقين في مدينة إربد، وأيضا كانت زيارة في منتهى الروعة، واستطعنا أو استطاعت المجموعة أن تدخل الفرحة أيضا إلى قلوب الطلبة أو الأطفال المعاقين حركيا وأحيانا عقليا. مجموعة أخرى قامت بعمل جماعي في مجال نبذ العنف، نبذ العنف في جامعة يرموك، وقدموا مسرحيات رائعة ودعوا إليها مجموعة من طلبة الجامعة وكانت في منتهى الروعة. أيضا هناك مجموعات أخرى زاروا مبرة الملك حسين وقاموا يوم كامل في مبرة الملك حسين، قضوها في تناول الطعام مع الأطفال، قضوها في اللعب مع الأطفال، قضوها في قضاء يوم سعيد جدا مع الأطفال، وكانت أيضا تجربة رائعة جدا. وهناك الكثير من مشروعات، مثلا منها مشروع التواصل الاجتماعي. بعض الطالبات قاموا بمشروعات اتصال مع طلبة الجامعة، وقد رأيت بعيني أن أحد الطالبات تعرفت إلى ما يقارب 150 طالب في الجامعة، أخذت أسماءهم وعناوينهم وتخصصاتهم في سبيل الوصول إلى الآخر. وهي بعض المجموعات، هي بعض الأعمال الجماعية التي قاموا بها، التي قام بها طلبة مساء مهارات حياتية لهذا الفصل الثاني لسنة 2013.
أنني في منتهى السعادة بسبب تدريسي لهذا المساء، والآن أؤمن أكثر من أي وقت مضى بطاقة الشباب. طاقة الشباب طاقة جبارة وطاقة رائعة جدا، نستطيع أن نستكشفها، نستطيع أن نستخرجها إذا قمنا بتوجيههم نحو الأعمال التطوعية التي تملأ فراغهم. أنا أستطيع أن أقول أنني فخور جدا بكل الطلاب على الإطلاق الذين قاموا بالأعمال التطوعية ليس إلا لوجه الله ولأنفسهم، وحتى يكونوا قادرين في المستقبل على أيضا الوصول إلى أماكن العمل عندما يطلب منهم القيام بأعمال تطوعية، عندما يطلب منهم أعمال المقابلات. يعني الآن أستطيع القول إن طلابي امتلكوا مهارات الحياة اللازمة حتى لسوق العمل بعد التخرج، مهارات العمل الجماعي، مهارات التواصل، مهارات بناء الفريق، مهارات المبادرة، وفوق كل ذلك العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم. تملأ الكون ابتسامة، رائع في كل حال.